لي راديولوج رانا نشوفوا الكثير ان بروفيسور ايمير شكالي الكثير من الراديولوج ام يروحوا لنا ويروحوا سواء القطاع الخاص سواء الخارج، هذه عممها لكل الاطباء بصفه عامه، لكن بصفه خاصه كلكو سبيسياليتي كيفاش نديروا باش نسدوا لي ميدسان تاعنا. دوك حنا لانا حابين نديروا هاو السيد خالد دحيه جاب قاعه جد حديثه للقسطره كما كاينه في فرنسا كما كاينه في المان تاع بورتريتي لافيسي. المشكله ما عندكش لي راديولوج اللي يديروها كل ما درت والو. هادي سيتي ماندوفر، هادي في واحد يعرف كيفاش يحكمهم كيما يجي الفايده تاعو يروح ما يبقاش. لازم تكون عنده ترك رئيس المجلس العلمي المستشفى، لازم تكون عنده حاجه، سوا يدير يدير ان كونكور باش يولي استاذ مساعد ميدر اسيستون عنده لا بروغريسيون ها وقعد، ولا كان ميدسان سونتي بوبليك ما يقعدلكش من بعد. لازم تحبسوا مثلا نحكموه يبقى لو سيرفيسي في 4 سنين، ابري كي يخلص 4 سنين يروح يخدم، يقول لك انا ربح الدراهم، يقول لك انا لازم لي الدار لازم لي السياره لازم لي الزوج لازم لي، يعني يدير حسابه.